هنخش تاني في يعني في اليورو 2020 برضو من خلال حراس المرمى. السؤال بس ليك، هل انت بتؤمن بلغة الارقام والاحصائيات وبتعكس هذه الارقام والاحصائيات على تقييمك لحراس المرمى، ولا انت شايف لك تقييم معين من حسب رؤيتك الخاصة؟ I look the statistics always. أنا دائما ما أنظر على الإحصائيات، لا أعتمد عليها بنسبة 100%، ولا أعتمد فقط على الإحصائيات، ولكن الإحصائيات والأرقام هامة جدا في كرة القدم. طيب تعال أنا وأنت نشوف إحصائيات حراس المرمى لغاية دلوقتي في اليورو 2020، ومن خلال رؤيتك كمدرب حراس مرمى على مستوى عادي ممكن ناخد من الأرقام والإحصائيات إيه طبعا للفترات اللي جاية. معنا طبعا على مستوى المنتخب الإيطالي عندنا دوناروما، ده إيطاليا، عدد المباريات 3، عدد الأهداف 0. بيكفورد طبعا إنجلترا، مباراتين بدون أهداف. وأولسن ده السويد، نفس يعني عدد الأهداف 0 وعدد مباراتين. هل دوت الأرقام دي بتدل خلاص إن المدرب الحراس المرمى هيمشي على نفس النهج بالنسبة للمباريات اللي فاتت، أو الأرقام ما بتدلش دلالة كاملة على أداء حارس المرمى؟ ممكن يكون الأداء الدفاعي للفريق كله كان هايل جدا، وبالتالي ما فيش فرص أو يعني هجمات حقيقية نقدر نقيم بها حارس المرمى. هذه الأرقام تظهر مستوى حارس المرمى، ولكن أيضا تظهر أيضا الأسلوب الدفاعي للفريق. فعلى سبيل المثال إيطاليا قوية جدا في خطوط الدفاع لديها، وأعتقد أنهم يقومون بعمل رائع مع الكوتش مانسيني، وقام بعمل رائع في الحقيقة. فليس الموضوع متعلق فقط بحارس المرمى، علينا أيضا أن نرى كافة اللاعبين وخطط. أعتقد أن فرناندو ساندوس وهو يدرب البرتغال الآن عمل مع باوك لمدة 3 سنوات، عندما كنت في الفريق الثاني فكان يدرب الفريق الأول، وكنت أتابعه دائما وأتعاون معه، وأنا تابعت كافة المباريات، وكانت لديه تقنيات دفاعية وخطط دفاعية. وكنا عندما ذهبنا إلى المباراة كنا نعلم أننا لن تصل إلينا الكرة، وكانت له خطته، وكانت له أسلوبه، كان له أسلوبه في اللعب. بمناسبة طبعا سانتوس، ويمكن أنت اشتغلت معاه من خلال وجوده في باوك لمدة 3 سنوات، أداؤه إيه وخاصة في أمام المباراة أمام منتخب ألمانيا؟ منتخب طبعا الألماني فاز 4-2. رؤيتك إيه للمباراة دي، وخاصة رؤية خاصة جدا لكريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو بيحطم أرقام قياسية على مستوى كبير جدا، ويمكن الهدف الأول أمام المنتخب الألماني بيدل إن كريستيانو رونالدو ظاهرة وصعب جدا تتكرر من حيث القوة الانفجارية، من حيث السبرينت، من حيث التعامل مع الكرة بشكل أكتر من رائع في جميع المواقف. أنا أتفق معك تماما كما قلت، أعتقد أن من أفضل اللاعبين في العالم فرناندو ساندوس هو مدرب رائع أيضا فيما يتعلق بالتكتيكات والتعامل مع الشخصيات المختلفة، هو منظم جدا أيضا. يمكن الهدف دوت يمكن من الملاحظ أن كريستيانو رونالدو هو اللي لعب الكرة بدماغه، وكريستيانو زي ما شايفين في الشاشة قطع السبرينت مسافة 57 متر، ده كريستيانو رونالدو في سن 36 سنة، مع كمان شايفين يعني جوتا طبعا ده لعيب مميز جدا، طبعا لاعب ليفربول، والجري في المساحة الفاضية، وان كمان الكرة اتلعبت له بشكل. لكن على كريستيانو رونالدو هذا اللاعب في سن 36 سنة بيعمل سبرينت لمدة يعني تقريبا مسافة 60 متر، اعتقد في اقل من 6 ثواني او 7 ثواني، ده شيء يحسب له يعني. أنا أتفق معك تماما كما قلت، هذا يظهر قدراته البدنية، وأيضا أنه درب بالقدر الكافي، وأيضا يظهر عقليته وطريقة تدبره للتكتيكات الذي يستخدمها، وكيف يمكن له أن يفكر كيف يذهب إلى المرمى، ولهذا هو وصل إلى هذا المستوى. طبعا يعني جون يمكن بيبين قدرات رونالدو، بيبين قدرات هذا اللاعب الأسطوري. من وجهة نظرك الأخيرة، آخر سؤال،
بنتكلم على توقعاتك، دايما بنتوقع المربع الذهبي، تتوقع مين في المربع الذهبي لليورو 2020؟ Who will reach the golden square, the final? I mean the team. Which team you going to be in the semi-final? Four teams. Yes. I see the أعتقد أن الفرق من الفرق القوية ألمانيا ستكون هناك في المربع الذهبي. حتى الآن هناك خيبة أمل لإسبانيا. لا أعتقد أنهم سيصلون إلى النهائي. فرنسا أعتقد قطعوا شوطا كبيرا في البطولة وهم أقوياء. وأعتقد أيضا إيطاليا لسنوات طويلة لم يصلوا ولم يحرزوا نجاحات، ولكن أعتقد أنهم الآن أقوياء ويمكن أن يصلوا. فأنا أؤمن بهم، فأنا أؤمن بهؤلاء الفرق الثلاث، هم أقوى فرق بالنسبة لي. ممكن برضه أضيف يمكن الفريق الإنجليزي كمان ممكن يكون موجود في المربع الذهبي نتيجة عدد وجود عدد لعيبة كثيرة جدا على المستوى الكبير. ديمتري طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله هيكون لينا لقاءات أخرى كمان لتغطية يورو 2020 من خلال مدرب كبير جدا على مستوى حراس المرمى. بنشكرك شكرا جزيلا.